السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد، واتنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. النهاردة مفيش غير الأهلي ولا شيء سوى الصعود للنهائي إن شاء الله. مباراة العودة النهاردة ما بين النادي الأهلي وفاق سطيف الجزائري هتكون الساعة 9 مساء إن شاء الله بتوقيت القاهرة على قنوات بين سبورت 3، ودي مباراة العودة. الطرف الأولاني خلاص اتحدد في النهائي وهو الوداد المغربي بعد ما تعادل امبارح في المغرب مع بيترو اتلتيكو. فكده بمجمل الماتشين الوداد صعد للنهائي. ينتظر الطرف الثاني اللي هيتحدد النهارده ان شاء الله من مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف. الاهلي كان فايز 4-0 في المباراه الاوليه، مباراه العوده النهارده هتبقى قويه بالذات في ظل الغيابات اللي موجوده كمان عند النادي الاهلي النهارده في المباراه. فبالتالي هيبقى الموضوع النهارده يعني ايه، يبقى ماتش كبير النهارده. نتمنى ان شاء الله ان لعيبه الاهلي تكون على قد المستوى وعلى قد المسؤوليه، وتكون ما بتفكرش في موضوع النهائي او ملعب ومشكله ملعب النهائي دلوقتي، وتركز في مباراه النهارده وان هي تحسمها بدري بدري علشان تقدر تخفف الضغط على نفسها بقيه الماتش وتبقى جاهزه نفسيا ومعنويا للفتره الجايه ان شاء الله. النهارده النادي الاهلي ان شاء الله المباراه تلعب الساعه 9 مساء على استاد 5 جويليا في الجزائر. عارفين ان قناه بين سبورت هتذيع المباراه، ولكن في كلام بيقول القناه الجزائريه الارضيه النهارده هتذيع هي كمان المباراه. فاللي مش عايز يتفرج على المعلق المغربي اللي هيكون موجود على قناه بين سبورت ممكن يتفرج على المعلق الجزائري، تقريبا هيبقى ارحم. لان يعني ايه، مش عارف هم جايبين معلق مغربي ليه للمباراه في مباراه زي بتاعه النهارده بالذات بعد المشاكل الاخيره اللي ما بين الاهلي والاتحاد الافريقي وممثل المغرب وكلام من ده. فطبيعي ان هو يطلع يتكلم ويشكر في المغرب والبتاع والبلد. المهم خلينا في تشكيلة المباراة النهاردة بتاعت النادي الأهلي. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الظهر هيبقى في الأغلب بنسبة 100% نفس خط الظهر الماتش اللي فات، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلى الشمال علي معلول. في نص الملعب أليو ديانج هيغيب النهاردة، عمرو السولية لأن تم استبعاده لأنه لسه ما تمش تأهيله بشكل كافي، كمان حمدي فتحي بيشعر ببعض الإجهاد فمش هيكون موجود في التشكيلة الأساسية. هيبدأ أليو ديانج في نص الملعب لوحده كقلب دفاع، كنص ملعب دفاع. قدام منه محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر، وثلاثي هجومي هيكون مكون من بيرسيتاو وطاهر محمد طاهر تحت مهاجم صريح محمد شريف. اتمنى ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي النهارده هتكون على قد المسؤوليه وتقدر ان هي تخلص المباراه من بدايتها، علشان ده هيخفف عنهم الضغط ويخفف الضغط عننا طول المباراه ان شاء الله. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.